ونظرت. خلي بالك كلمة نظرت، نظر للرؤية، كلمة رؤية يعني شوف بعينه، لكن هذه الرؤية لأمور مستقبلية، لأن الأمور المستقبلية دي هتتم في الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة هنلاقي الختوم بتخص مبتدأ الأوجاع، أما الأبواق والجمات بتخص الضيقة العظيمة. مبتدأ الأوجاع 3 سنين ونص، والضيقة العظيمة 3 سنين ونص، يبقى المدة كلها 7 سنين. كان المفروض إنها تكون الضيقة العظيمة 7 سنين، لكن ربنا قصرها لأجل المختارين، تقصر تلك الأيام، ولو لم تقصر لا يخلص جسد. نظرت لما فتح الخروف واحد من الختوم السبعة. كلمة واحد يعني الختم رقم واحد. سمعت واحد من الأربعة حيوانات قائلا كصوت رعد: هلم وانظر. احنا قلنا الأربعة حيوانات رمز للأربعة أناجيل، ولما نقول واحد يبقى نقصد الإنجيل رقم واحد. وش معنى الإنجيل رقم واحد؟ لأن ده إنجيل القديس متى، وإنجيل القديس متى بيتكلم عن الإنسان الكامل، له وجه مثل وجه إنسان. ده الحيوان الأول، له وجه مثل وجه إنسان، ده إنجيل القديس متى. ليه؟ لأن متى كتب لليهود، واليهود منتظرين المسيا، نسل المرأة اللي يسحق رأس الحية. طب وليه هو بيقول له هلم ينظر؟ لأن المسيح لما جه قال: أتيت إليكم باسم أبي ولم تقبلوني، سوف يأتي لكم من هو باسم نفسه وهتقبلوه. فهنا بيفتح الختم عشان يورينا الأنتي كريست، ظهور ضد المسيح. ضد المسيح هيظهر إزاي؟ ما هي بداية ظهوره؟ نظرت لما فتح الخروف واحد من الختوم السبعة، واحد يعني الختم الأول. سمعت واحد من الأربعة حيوانات قائلا كصوت رعد، وكلمة صوت رعد يعني الصوت يسيطر على كل الأصوات. صوت رعد يعني الله حينما يتكلم ويعمل، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ فنظرت إذا فرس أبيض. خلي بالك الفرس رمز للحرب، بس فرس أبيض يعني حرب سلمية، يعني هيبدأ بالسلام. الفرس الأبيض عكس الفرس الأحمر، الأحمر اللي هي الحروب، سفك الدماء. فصار الفرس الأبيض ده اللي هيجي جاي أحبائي، لأنه إنجيل متى ورانا الخمس ختوم في إنجيل متى 24. يعني مثلا لما نيجي نقول ايه هو الفرس الابيض، متى 24 من 4-6 نلاقي الخمس ختوم. تقول ازاي الفرس الابيض؟ كثيرون سيأتون باسمي قائلين انا هو المسيح. فكلمة فرس ابيض يعني مسيح جاي مزيف. هيبدأ الوحش بطريقة سلمية، هينادي بالسلام في العالم، هيبدأ بطريقة السلام وبالحكمة، هيحل مشاكل الناس الكتيرة. وطبعا انتوا عارفين الناس كل اللي يهمها بطنها. يعني المسيح يسوع لما عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، بمجرد ما اختفى دوروا عليه، فينك وحشنا مش لاقينك، قال لهم الحق أقول لكم لأنكم أكلتم فشربتم لذلك تطلبوني. اللي يملى بطن الناس كلها هتملكوا عليها، وده هيجي بطريقة سلمية وبحكمة شيطانية بشرية، تقنع ناس كتيرة إن ينضوا تحت لوائه.